السلام عليكم ورحمة الله. بالبداية طبعا نشكر ويكيلوجيا على تنسيق هذا اللقاء، ونشكركم على حضوركم واهتمامكم. طبعا مشروعنا هو بي سي ار ديفايس فور دي ان ار ابليكيشن، جهاز البي سي ار لمضاعفة الدي ان ار. هو المشروع بالاصل قدمناه من شي شهرين تقريبا او 3 شهور، كان مشروع سنة رابعة، مشروع بنقدمه بالسنة الرابعة، مشروع تطبيقي جهاز البي سي ار لمضاعفة الدي ان ار. طبعا بالبدايه بدها مقدمه نحكي فيها عن شو يعني دي ان ار، شو يعني بي سي ار، شو يعني هي التقنيه اللي عم نحكي عليها. رح نستفتح محاضرتنا بسؤال صعب وخطير، حدا بيعرف شو هاد؟ حدا عنده جواب ثاني؟ في حدا عنده جواب ثاني؟ متاكدين يعني انه هذا هو الدي ان ار؟ يعني دي ان اه. حدا عنده جواب ثاني غير انه هذا دي ان اه؟ كلكم مجمعين على هذا الجواب؟ هلا نحن قلنا انه سؤال صعب وخطير. خطير لانه اذا ما عرفنا شو يعني هذا، او ما عرفنا شو يعني الدي ان اه، ما رح نقدر نستمر. ما رح نقدر يعني نمشي بالابحاث اللي بعدها، شو يعني بي سي ار؟ شو يعني العمليات اللي رح تصير بعدين؟ ما رح نعرف الا اذا عرفنا شو هو شكل الدي ان اه، فهو سؤال خطير. وسؤال صعب لانه يعني انتم عرفتوه هلا بسلاسه وبسهوله، بينما من شي 70 سنه يعني لو قلتوا انه هذا هو دي ان ار كنتوا اخذتوا جائزه نوبل. من شي 70 سنه تقريبا كان في تسابق محموم بين يعني اكبر جامعات العالم، بين جامعه لندن وجامعه كامبريدج، لحتى يعرفوا بس شو هو الشكل الهندسي للدي ان ار. شو هو الدي ان ار؟ حتى توصل الى واتسون وكريك، توصلوا انه هذا هو شكل الدي ان ار، الشكل يلي شفتوه. طبعا اخذوا عليه جائزة نوبل بعد شي حوالي 10 سنوات تقريبا. طيب شو هو الدي ان اه؟ شو بيساوي الدي ان اه؟ ايه هو الدي ان اي؟ اللي هو الصرف الصحي. ايوه، لا الدي ان اي مش الصرف الصحي. المادة دي بتنشر الامراض والاوبئة، ناقصين او الاوبئة ومش ناقصين امراض حضرتك طبعا. ايه المشاريع اللي ممكن نستخدم فيها الدي ان اي بتاعنا؟ السكر والزيت والشاي قهوة والجمع والقهوة والشاي كل حاجة، حلويات. يعني هي بعض الآراء عن الدي ان ا، موافقين عليها شيء؟ الدي ان ا، الدي ان ا مثل ما يعني ذكرت هلا الأنسة، الدي ان ا هو السجل اللي بيحوي كافة المعلومات الحيوية عن جسم الإنسان. يعني أنت لها صفات عضوية، صفات حيوية، صفات فيزيولوجية، العضو هذا له خصائص فيزيولوجية، له خصائص تشريحية، شكل الإنسان، كل المعلومات الكاملة على الإنسان تحتوي بهذا الخيط اللي هو خيط الدي ان اه. فالدي ان اه سجل كامل لكل المعلومات اللي بتحدد تركيبة الكائن الحي. الدي ان اه هو مخزن للمعلومات الوراثية، في توارث عبر الأجيال. هالتوارث هذا ما بيتم إلا عن طريق الدي ان اه، بعمليات تضاعف الدي ان ا. طبعا بتعرفوا انه الخليه بتنقسم، فيها صبغيات فيها دي ان ا. في احيانا اشكال بالفهم، شو الفرق بين الصبغيات وشو الفرق بين الدي ان ا؟ شو الفرق بين الصبغيات والدي ان ا؟ هذا هو الصبغي اللي شايفينه قدامكم، كروموزوم. الكروموزوم في كروماتين، الكروماتين مؤلف من نيو كليوزومات مؤلفة من هيستونات، الهيستونات بتتلف حول شريط الدي ان ا يلي بتكون الصبغي. فشريط الدي ان ا بيلتف حول بروتينات الهيستونات، بيكون نيو كليوزومات، بيكون كروماتين، هي بنية الصبغي. ففينا نقول انه الصبغي هو دي ان ا زائد هيستونات. هيستونات هي بروتينات داعمة لتركيب الصبغي. طبعا عندنا خلايا بالجسم، مليارات الخلايا بجسم الانسان. كل خليه فيها نواه. المركز الاهم بالخليه هو النواه. والمركز او التركيبه الاهم بالنواه هي الاحماض النوويه، هي الصبغيات. كل خليه بالانسان فيها تقريبا 46 صبغي، طبعا الخلايا الجنسيه فيها 23 صبغي. فيها كروموزومات، هالكروموزوم مثل ما حكينا مؤلف من هيستونات، مؤلف من الدي ان ا. الدي ان اه اللي عم نحكي عنه اكتشفوا العلماء انه هذا الدي ان اه موجود بالصبغيات. طول الدي ان اه هو مترين، 2 متر من الدي ان اه موجود بكل صبغي.
طبعا الدي ان اي موجود من مغدبه الانجستروم، يعني 10 اس ناقص 10. اذا في الدي ان اي، هذا هو خيط الدي ان اي، مكون من قواعد نيتروجينيه، هي قواعد نيتروجينيه ملتفه موجوده بنظام معين، نظام ترتيبي معين. عندنا القواعد النيتروجينيه هي اربع قواعد: ادينين، تايمين، جوانين، سيتوزين. لازم تكون موجوده على خيط الدي ان اي مصطفه بنظام معين. لازم يكون دائما الادينين مقابل للتايمين، لازم يكون السيتوزين مقابل للجوانين بشكل دائم. نحن مثل ما ذكرنا هذا هو شكل الدي ان اي. شكل الدي ان اي مثل ما توصل اله العلماء هو عباره عن دبل هيليكس، خيطين ملتفين بشكل حلزوني. يعني بالتالي انا اذا بعطيكم هلا خيط من خيوط الدي ان اي موجود عليه قواعد نيتروجينيه، بقول لك مثلا هذا الخيط فيه ادينين، تايمين مثلا، اجوانين، انت لحالك لازم تعطيني الخيط الثاني شو فيه. مثل ما ذكرنا التركيبه للقواعد النيتروجينيه، الادينين دائما يقابل التايمين، سيتوزين دائما يقابل الاجوانين. طبعا مثل ما ذكرنا القواعد النيتروجينيه موجوده مصطفه على خيط الدي ان اي، هي اللي بتكون المورثات، هي اللي بتكون الشفرات الوراثيه يلي بتدل على تركيبه الكائن الحي، الصفات الموجوده بالكائن الحي. طبعا العمليه المهمه جدا اللي هي اساس حكينا كله دي ان ار ريبليكيشن، تضاعف الدي ان ار. نحن ذكرنا انه الدي ان ار مخزن للمعلومات الوراثيه، سجل كامل للمعلومات الموجوده بجسم الانسان. طيب جسم الانسان موجد جسم الانسان، بعدين جسم الانسان بده يتوارث، يعني هي المعلومات الوراثيه موجوده بالدي ان اي. طيب شلون بدها تنتقل؟ شلون الانسان بده يكبر؟ شلون الاعضاء بدها يعني تكبر وتنمو وبده يصير في صفات وراثيه مستجده بالكائن الحي؟ بده يكون في عمليه تضاعف، اللي هي عمليه تضاعف الدي ان اي، هي العمليه الحيويه الاهم. مثل ما ذكرنا هي خيطي الدي ان اي، جزيء الدي ان اي قبل عمليه التضاعف مثل ما هو خيطين ملتفين بشكل حلزوني، القواعد النيتروجينية مصطفة على جانبي الخيط. طبعا القواعد النيتروجينية مرتبطة ببعضها بروابط هيدروجينية. تضاعف الدي ان اي ببلش لما تنفصل الروابط الهيدروجينية بين القواعد النيتروجينية. انفصلت الرابطة الهيدروجينية، والرابطة الهيدروجينية هي بالاصل رابطة ضعيفة. لما بتعرضها لحرارة عالية او لما بتعرضها لقوة ميكانيكية نوعا ما، تنفصل الرابطة الهيدروجينية بتتكسر وبينفصل الخيطين عن بعضهما البعض. انفصلوا سلسلتي الدي ان اي عن بعضهما البعض. الخطوة اللي بعدها اجت القواعد النيتروجينية. القواعد النيتروجينية بدها تصطف على القالب القديم، يعني عندي خيطين، هي الشكل، هي الخيط القديم، هي الخيط القديم، اجت اصطفت القواعد النيتروجينية على انحاء هذا الخيط القديم لحتى تكون خيطي دي ان اي جديدين. كل خيط طبعا مكون من خيط قديم وخيط جديد. حتى تصطف القواعد النيتروجينيه بدها انزيم لحتى يصفها، بدها انزيم لحتى يبني تلك القواعد. الانزيم هو انزيم تحفيز اسمه دي ان اي بوليميراز. مثل ما ذكرنا انه بدها حراره عاليه، طبعا الانزيم مقاوم للحراره العاليه. اصطفت القواعد النيتروجينيه بفعل الانزيم المذكور، تكون جزئين من الدي ان اي. كان عندي دي ان اي واحد صاروا اثنين، كان اثنين صار اربعه، ثمانيه، وهكذا عم يتضاعف الدي ان اي وعم تتشكل الخلايا الحيه بعمليه التضاعف هي. طيب لو فكرنا، يعني مثل ما ذكرنا هي العمليه عمليه حيويه بتتم داخل الجسم الحي، بتفيدنا كثير. الخلايا لما عم تتكاثر وعم تنمو ما فيها تتكاثر وتنمو الا بهي العمليه الحيويه. طب لو فكرنا تفكير بسيط انه هي العمليه الحيويه، لو انا جبت هي الخيط الدي ان اي اللي ذكرناه وشفناه، لو جبت خيط الدي ان اي استخلصته من جسم الانسان بطريقه ما وحاولت افصل خيطي الدي ان اي عن بعضهما البعض، فيني افصلهم؟ نحن ذكرنا انه الرابطه الهيدروجينيه رابطه ضعيفه، بدها قوة ميكانيكية بتتكسر، بدها حرارة عالية بتتكسر. طبعا الأفضل استخدم الحرارة العالية لأن القوة الميكانيكية صعب اتحكم فيها بشكل مناسب لحتى أنا كسر الرابطة الهيدروجينية وبحيث أنه ما يتأذى الصبغي، ما يتأذى خيط الدي ان اي. فأنا إذا بطبق حرارة عالية نوعا ما ممكن أفصل خيطي الدي ان اي عن بعضهما البعض.
طيب القواعد النيتروجينية ممكن أمن قواعد نيتروجينية، ممكن إذا جبت أنزيم التفاعل دي إن أبوليميراز حطيتهم بالتفاعل المذكور بأنبوبة معينة، ممكن أنا ساوي العملية الحيوية اللي عم تتم بجسم الإنسان بأنبوبة الاختبار. هذا التفكير نفسه فكر في كيري موليس مخترع البي سي آر، نفس التفكير فكر فيه، قال إنه البي سي آر هي عبارة عن عملية تضاعف للدي إن آ بتتم في أنبوبة الاختبار. أنا ليش ما بساوي نفس العملية وبضاعف كمية الدي إن آ حتى استخدمها بالعمليات الحيوية، بالعمليات بأبحاث معينة، بعمليات تشخيصية طبية مثلا، بستخدم هذا التفاعل بستفيد منه لكن مو بشكل حيوي، بستفيد من التفاعل الحيوي وبنفذه في المخبر. هذا الكلام حكاه كيري موليس تقريبا بالعام 1983 واخذ عليه جائزة نوبل بالعام 1994. كيري موليس بيقول طبعا نفس التفكير اللي فكرناه فكر فيه كيري موليس، وذكر انه انا اذا بجيب عينة التفاعل بحط فيها قواعد نيتروجينية، قواعد المذكورة، بجيب بحط انزيم التفاعل المذكور دي ان ابوليميراز حتى يحفز هذا التفاعل ويصف القواعد النيتروجينية بالشكل المنتظم اللي نحن ذكرناه، طبعا شكل مرتب بشكل منتظم مثل ما ذكرناه، ما في أخطاء بتتم بالعملية الحيوية. قواعد نيتروجينية، أنزيم تفاعل لازم يكون بادئ حتى يبدأ التفاعل من خلاله، بجيب بوادئ، بجيب أنزيم تفاعل دي إن أبوليميراز، بجيب القواعد النيتروجينية بحطهم بوسط ملائم بعينة التفاعل، ساعتها أنا كونت عينة تفاعل بي سي آر. صفى أنه نتحكم بدرجات الحرارة، لازم سلسلتين حتى تنفصل عن بعض مثل ما ذكرنا بدها حرارة عالية، فلازم أنا أتحكم بدرجات الحرارة. خلينا نرتب الأمور شوي بتفكير منطقي. أول شيء تفاعل بلمر التسلسلي بي سي آر، عزلنا الدي إن آ، جبنا عينة البي سي آر اللي حكينا عنها، حطينا فيه محتويات التفاعل، بعدين نفذنا الدورات الحرارية، درجات الحرارة حتى أفصل الخيطين، حتى تتكون القواعد النيتروجينية، حتى تتوضع البوادئ، هي بدها درجات حرارة معينة. هالدرجات المذكورة، العملية عملية البي سي آر، هالدرجات المذكورة تنفذ من خلال جهاز البي سي آر. هذا هو جهاز البي سي آر، جهاز البي سي آر هو جهاز سيرموسايكل، هو جهاز دورات الحرارية التي تنفذ على عينة البي سي آر لحتى تتضاعف هذه العينة ويحدث التفاعل المذكور. طبعا الخيطين بدهم ينفصلوا عن بعضهم، تبين انه افضل درجة حرارة لحتى ينفصلوا الخيطين عن بعضهم هي تقريبا من 92 ل 96 درجة مئوية. هي المرحلة ينفصل فيها خيطين الدي ان ا عن بعضهما البعض، انفصلوا الخيطين. انفصال الخيطين طبعا هاي العملية بسموها دينيتشر، انفصال تمسخ. انفصلوا الخيطين بالعملية الأولى، بعدين في البوادئ اللي حطيناهم، البوادئ اللي حيجوا بيتوضعوا على الخيطين المذكورين المنفصلين، لازم يتوضعوا بدرجة حرارة تقريبا حوالي 60 درجة سيليسيوس، تتوضع البوادئ تقريبا بهي درجة الحرارة هي، بعدين ترتفع درجة الحرارة عن 72 درجة مئوية، يبدأ دي ان ابوليميراز انزيم التفاعل في صف القواعد النيتروجينية وتركيب الخيطين الجديدين من خيوط الدي ان ا. كان عندي خيط واحد، صاروا خيطين، صاروا أربعة، من خلال التحكم بدرجات الحرارة المذكورة. إذا عملية التفاعل بتتم بتحكم ثلاث درجات حرارة بشكل سريع، بشكل دقيق، بشكل متتالي، بالتحكم من خلالهما أحصل على التضاعف يلي بدي أحصل عليه. يمكن هذا الفيديو فيديو توضيحي بيوضح لنا العملية المذكورة. طبعا هي الخلية، أهم ما في الخلية، العضو الأساسي والمهم بالخلية هو النواة يلي تحوي الحموض النووية، تحوي الصبغيات، الصبغيات فيها الـ DNA. اللي بدي إياه أنا هو تضاعف الـ DNA. بي سي آر بيأمن لي التضاعف اللي بدي إياه. أنا استخلصت الـ DNA من جسم الإنسان،
استخلصت الدي ان اه ففي عندي بعينه البي سي ار هلا دي ان اه جاهز. شو بدي كمان غير الدي ان اه اللي ذكرناه المتطلبات التفاعل المذكوره؟ بالبدايه بدي دي ان اه قيمه دي ان اه بحطها بعينه البي سي ار، هي عينه البي سي ار. بعدين بدي البرايمر 1 بادئ التفاعل لحتى يتوضع على خيط الدي ان اه المفصول، مثل البرايمر 1 لحتى يكون بادئ للتفاعل، هلا البرايمر 2 لحتى يتوضع على الخيط الثاني، بوادئ تفاعل تبدا من خلال عمليه التفاعل المذكوره. بعدين القواعد النيتروجينيه النيكليوتيدات اللي هي رح تكون كتعويض عن الخيط القديم مقابله للخيط القديم. بعدين بدي اضيف انزيم البلمره دي ان ابوليميراز لحتى يكون محفز للتفاعل وبصف القواعد النيتروجينيه بنظام الاصطفاف المذكور. يعني هي اكتملت عينة البي سي ار. هلا عينة البي سي ار أمنا المحتويات العامة للتفاعل، ما فينا يعني ما في يحصل هذا التفاعل بدرجة حرارة الجو، لازم هالتفاعل يتم بدرجات حرارة ثلاث مثل الدرجات المذكورة، يعني ثلاث درجات حرارة بنحطها بجهاز البي سي ار. هذا الجهاز هو جهاز الدورة الحرارية اللي بتحكم بدرجات الحرارة لحتى يصير التفاعل. حطيتها بالجهاز، شو عم يصير جوات العينة؟ هي عينة الدي ان اه، هي جزيء الدي ان اه. أنا بدي ضخم مورثة من المورثات، بدي ضخم جزء من أجزاء الدي ان اه. فصلت الخيطين عن بعضهم بدرجة حرارة 90 درجة، توضع البرايمر بدرجة حرارة 50 درجة، طبعا هي الدرجة تسمى أنيلينك، درجة الالتصاق، درجة حرارة الالتصاق، يعني التصاق البرايمر بخيط الدي ان اه. اجا دي ان اه بوليميراز لحتى يصف القواعد النيتروجينيه عند درجه حراره 72 درجه مئويه، درجه حراره اكستنشن تمبريتشر. صفوا القواعد النيتروجينيه، نتج عندي خيطين دي ان قالبين جديدين من قوالب الدي ان اه، وبالتالي نتج عندي خيطين من الدي ان اه. كان خيط واحد صاروا خيطين، وبالتالي هلا بدنا نساوي اربع خيوط من الدي ان اه بالسايكل 2. كانت دورة حرارية واحدة، نتج خيطين من اصل من خيط واحد، هلا اربع خيوط من خيطين، وهكذا عم تتم العملية كل ما عم يقلب السايكل. يعني بالتالي انه انا بالجهاز اللي نحن عم نستخدمه جهاز البي سي ار عم نفذ دورات حرارية على جزيء الدي ان اه، عم يطلع من خلال هذا الجهاز عم نفذ دورات حراريه. كل ما نفذ الدورات اكثر كل ما عم يضخم الدي ان اه اكثر. لامتى؟ لحتى ضخم الدي ان اه بدرجه معينه ممكن من خلالها اجري البحوث على المورثه اللي انا عم ضخمها، ممكن من خلالها يعني استخدم ما ضخمته بالشيء اللي انا بدي ابحثه او بدي شخصه او بدي اطلع عليه. طبعا هلا صار بالدوره الحراريه الخامسه، يعني تقريبا يمكن في رينج بالاجهزه انه تقريبا 30 دوره حراريه، 30 دوره حراريه بنفذها على عينه البي سي ار لحتى يتضخم الدي ان اه ويتضخم الشيء اللي بدي اياه. يعني ممكن واحد يسال ليش انا عم ضخم الدي ان اه؟ هو انا عم ضخم جزء من الدي ان اه. اول شيء الدي ان اه هو من مرتبه الانجستروم مثل ما ذكرنا، الدي ان اه من مرتبه الانجستروم. ثاني شيء في تقريبا من 60,000 ل 100,000 مورثه، فانا بدي ضخم جزء معين. مثلا بدي ضخم مثلا مورثه مرض معين، مرض الايدز مثلا او مرض الهضمي او مرض معين، اي مورثه انا بدي ضخمها لحتى اقدر افحصها، لحتى اقدر اشوف هالمورثه شو طبيعتها، بدي ضخم طفره معينه، طفره وراثيه معينه، فانا شلون بدي افحص او هي الطفره وبدي اطلع عليها من خلال خيط الدي ان اي اللي من مرتبه الانجستروم واللي فيه الاف المورثات، فلازم نفذ هي العملية لحتى اقدر ساوي الفحوصات اللي بدي اياها. طبعا هذا هو الجهاز، تحكم بدرجات حرارة مختلفة.
اول شيء يعني شلون نسوي هذا الجهاز؟ اجى كاري موليس باول يعني بدايات تصميم هذا الجهاز قال لك بسيطه، بنساوي جهاز فيه ثلاث احواض وثلاث درجات حراره مختلفه. جهاز فيه ثلاث احواض، حوض لدرجه حراره الانفصال دينيتشر، حوض لدرجه حراره الالتصاق الانيلينج، بعدين درجه حراره الاكستنشن، وحده درجه حراره 90 درجه تقريبا بالتسعينات، الثانيه حوالي 60 درجه، الثالثه حوالي 72 درجه. بتحكم بدرجات الحراره وبضبطها من خلال المؤشرات الموجوده فوق. بحط عينه البي سي ار باول حوض، خلص وقتها بنقلها على الحوض الثاني، بنقلها على الحوض الثالث. قال لك هي هو جهاز البي سي ار، مشوا على هي فتره معينه. يمكن هذا الجهاز انا شفته مترخ 1992 ببدايات تصميم جهاز البي سي ار. بعدين بعد ما تطور التفكير وتطور العلم قال لك ليش نساوي ثلاث احواض؟ بعدين انت عم تحط عينه، هالعينه يمكن تتبخر، يمكن يصير فيها شيء، يمكن يعني النتائج ما رح تكون دقيقه. ليش لا انا اتحكم فيها وساوي ثلاث احواض؟ ليش ما انا بساوي هذا الجهاز جهاز بي سي ار مطور بشكل اكبر، يتم التحكم بدرجات الحراره من خلال الكمبيوتر او من خلال الميكرو كنترولر، بتحكم بدرجات الحراره وفي غطاء بيامن يعني بيمنع عمليه التبخر هي اللي نحن خايفين منها. موجوده عينه البي سي ار، ممكن تكون موجوده اكثر من عينه من عينات البي سي ار بهذا الجهاز، بتحكم بدرجات الحراره، وهذا منحني ببين لي درجات الحراره اللي انا عم طبقها. فتم صنع هذا الجهاز. هذا الجهاز يسمى جهاز الدوره الحراريه ثيرموسايكل. هذا الجهاز بينفذ الدورات الحراريه المذكوره. بعدين يعني طرح نوع ثاني من انواع البي سي ار، طبعا هذا الجهاز يستخدم، لكن طرح نوع ثاني من انواع البي سي ار اللي هو الريال تايم. الريال تايم يعني فيني انا طبعا السيرمو سايكل مثل ما ذكرنا انه بيعطيني بينفذ لي مثلا 30 دوره حراريه، عندي برنامج معين بينفذ لي دوره 30 دوره حراريه على المورثه اللي انا بدي اياها، على الطفره اللي انا بدي اعالجها، بيعطيني بالاخير بعد 30 دوره حراريه يعني حوالي شي ساعتين تقريبا بيعطيني دي ان ا مضاعف. هون لا ريال تايم، انا فيني اعرف الخيط الدي ان ا شو وصل للدوره، وصل للمضاعف اللي انا بدي اياها ولا ما وصل، شو وضعه اثناء التفاعل، هذا اسمه ريال تايم. خلال عمليه التفاعل فيني اشوف هذا الجين وشوف مضاعفه هذا الجين. طبعا بيستخدم في ذلك واسمات ضوئيه يوسم فيها الدي ان ا في بدء التفاعل، ومن خلال المعالجه لهذا الوسم الضوئي نواتج هذا الوسم الضوئي، ومن خلال الكمبيوتر الموجود ممكن انا اتعامل مع الجين، اعرف الجين لوين وصل، ممكن افصل التفاعل عنه، وصلت للعمليه اللي بدي اياها ولا ما وصلت. هذا هو النوع البي سي ار الثاني. الخلاصه اللي يعني هي الواحد بيسالها اكثر شيء انه طيب شو استفدنا من البي سي ار؟ شو ممكن استخدمه؟ انا ذكرت هلا بعض الاستخدامات. طيب طبعا من استخدامات البي سي ار يعني فينا نقول انه البي سي ار يعني ما في واحد بيعمل بالمجال الحيوي الا وبيعرف شو هو البي سي ار وشو هو استخداماته، لانه تقريبا اي عمليه حيويه بتتم فيها استخدام للبي سي ار. استخلصت الدي ان ا بدي اساوي عليه، بدي استنتج منه استنتاجات معينه، اجباري بدي البي سي ار. ممكن استخدمه بالكشف عن الفيروسات، بعض الفيروسات انا ممكن حددها، حدد كميتها، حدد وضعها، حدد شكلها من خلال البي سي ار. ممكن اعرف تسلسل القواعد النيتروجينيه، انا عم ضاعفها بعد ما ضاعف عينه الجزيء الدي ان ا، ممكن اعرف تسلسل القواعد النيتروجينيه، ممكن اعرف الجينيتك ماب، الخارطه الجينيه اللي هلا يعني عاملين ثوره علميه عليها، سلسله الجينوم البشري والخارطه الجينيه، هي كلها تعرف من خلال جهاز البي سي ار. ممكن اكشف الطفرات الوراثيه، في طفره معينه، في غلط معين بتوضع القواعد النيتروجينيه، البي سي ار هو اللي بيضخم لي هذا الجزء اللي انا بدي اياه، بيضخم لي هي الطفره اللي بدي اياها وبيارجيني شو هي هي الطفره، في طفره ولا ما في طفره. ممكن اكشف الامراض الوراثيه ايضا، كمان الامراض الوراثيه يعني ذكرنا الدي ان ا سجل يحوي كل المعلومات الحيويه عن جسم الانسان، بالتالي اي شيء ممكن انا بدي استنتجه من الدي ان ا بدي اتعامل مع الدي ان ا لازم استخدم عمليه التضاعف هي، فاي شيء بدي استخدم فيه الدي ان ا ممكن استخدم البي سي ار ليساعدني
بهي العمليه، ممكن نستخدمه في مجال الطب الشرعي، في مجال الطب الجنائي لما ناخذ دي ان ا، عينه دي ان ا، وبنشوف فيها البصمه الوراثيه، بصمه الدي ان ا لشخص معين، لحتى نسبه مثلا نسبه او حتى نسبه مثلا بالجرائم مثلا. الدي ان ا بيساعدني خلال تضخيم الدي ان ا ممكن اعرف هذا الشخص. طبعا هلا منير بده يحكينا عن بعض التجارب اللي صارت هون بوكيلوجيا، منها تجارب مثلا استخلاص الدي ان ا، يعني حكينا انه نحن بنعزل دي ان ا بنستخلصه من جسم الانسان، عمليه يعني بسيطه وسهله. لحكي لنا عنها منير، تفضل منير. يعطيكم العافيه. منير الامعري، كمان طالب هندسه طبيه. في حدا من قبل فكر بهالسؤال انه انت قدرت تاخذ دي ان ا الخاص فيك؟ تفاعل يا جماعه. طيب حدا جرب طلع او دور بالانترنت؟ طيب حدا استخلص دي ان ا؟ انا شفت جمانة، وينها؟ طيب فايده. احنا بويكيلوجيا من شي سنتين تقريبا عملنا نشاط، كان نشاط اول شيء عباره عن استخلاص الدي ان ا من البصل. بعد ما نجح هذا النشاط كان عباره عن نشاط الكتروني عن طريق الايفنت، حطوا وقتها جماعه ويكيلوجيا ميد، مجموعه ويكيلوجيا ميد، حطوا الطرق اللي عن طريقها ممكن احنا نستخلص دي ان ا البصل. بعد ما لقينا نجاحها صار في عندنا شغف انه احنا بدنا نطلع الدي ان ا الخاص فينا، كل واحد يمسك الدي ان ا تبعه يقول واو ليك هي انا هون، هي انا هون موجود. تمام. طيب نحن شلون عملنا هاي التجارب؟ اول شيء في عنا الدكتور رأفت، اعتذر اليوم انه يجي، كنت حابب انه هو يحكي لنا عنه. نزل الدكتور رأفت لعن طبيب اسنان، هو عم يساوي اسنانه وعم يشرح له عن قصة ويكيلوجيا ميد ويكيلوجيا، فقال له انه نحن بدنا نعمل تجارب عن استخلاص الدي ان ا، فطلب منه انه يعطيه بعض من خلايا الشدق. هلا شو هي خلايا الشدق؟ هي خلايا الخد الجوانية، هي خلايا خلايا نشطة جدا، سهل الحصول عنها. طيب شلون احنا بنحصل على خلية؟ نجيب قلم او منجيب اي اداة، بنلف عليها قطنة، بنحطها جوا، بنمعك هيك معكتين ثلاثة، بنطلعها. طيب هيك نحن تمام. لا بيطلع يعني مع اللعاب، هو حتى وقت بدنا نعمل هي القصة ما لازم نكون مفرشين اسناننا، اذا مفرشين اسناننا بصير الامر صعب. طيب بعد ما نعمل هيك نحن بنقيم العينة اللي طلعت معنا موجودة بالقطن وبنحطها بقلب انبوبة البي سي ار او الانبوبة العادية. بعدين شو بنعمل؟ بنعمل محلول ثاني مشان نحط فيه العينة. المحلول مؤلف من صابون جلي، نص كاسة مي، ورشة ملح. تمام؟ هذا المحلول هو اللي رح يخرب الجدار الخلوي تبع الخلايا ونحصل على النواة. طيب نتركه فترة معينة، بعدين بنحطه بسخان حراري. السخان الحراري شو مواصفاته؟ درجة الحرارة العادية، يعني الحرارة اللي احنا بنياها ما بنياها تكون كتير عالية عشان ما تخرب خيوط دي ان ا. الحرارة اللي تقريبا استخدمناها كانت حوالي 60 درجة. احنا بالبيت ما في عندنا مقاييس حرارة مي، فشو بنعمل؟ بنحط ايدنا، قديش تتحمل ايدنا بالمي، هي الحرارة تقريبا هي المناسبة. تركناها وقتها لمدة 5 دقائق، بعدين طلعناه وصبينا عليه شوية صبينا عليه ملح عالي التركيز، سائل ملح عالي التركيز. السائل الملحي العالي التركيز شلون بدنا نحصل عليه كمان؟ بنجيب ملح، بنجيب مي، بنضل بنحط الملح بالمي وبنحرك، بنحرك بنحرك حتى يترسب الملح بصفر الكاسه، فنحن حصلنا على سائل ملحي عالي التركيز. طبعا هدول كلهم نحن عم نحطهم ب مثلا اطرب مطربان مطربان بعينه باي وعاء. بعدين بنصب عليهم الكحول، عفوا بنصب الكحول صب بشكل خفيف، بحيث بعد فتره زمنيه صغيره نحن رح يصير في عندنا قسمين، قسم الراسب اللي فيه البروتينات اللي ناتجه عن الخلايا، والقسم المائي اللي رح يكون موجود فيه الدي ان ا والسوائل الاخرى. طيب بعد هيك شو بنعمل نحن؟ بعد ما ضفنا كمان كحول بصير في عندي تمايز، انا بصير خيوط الدي ان ا تقريبا بتنفصل، بتخرب الجدار الخلوي للنواة وتتحرر خيوط الدي ان ا. تمام، نحصل الناتج مثل ما صوروا بالانيميشن، هي هي خيوط الدي ان ا اللي احنا حصلنا عليها. طيب احنا شلون طلعت معنا اشكال الدي ان ا؟ اللي بيحب يتفرج على الصور فهي موجوده بمجموعه ويكيلوجيا ميد. لا احنا رح نحكي عن الشيء الثاني اللي عملناه بعد ما استخلصنا الدي ان ا. بعد ما استخلصنا الدي ان ا
طلعنا قلنا انه احنا ما رح نوقف هون، احنا لازم نكمل، يعني بعد ما اخذنا الدي ان شو بدنا نعمل؟ فكان الشيء الثاني هي مشروع جهاز بي سي ار، حاولنا انه نصنع جهاز بي سي ار ما طلع بايدنا بوقتها، يعني من سنتين كانت خبرتنا لسه نوعا ما قليله. طيب احنا معقول نوقف؟ لا ما رح نوقف، بدنا نعمل نشاط بكيلوجيا. طيب مع بعد جهاز بي سي ار في عندنا جهاز ثاني اسمه الرحلان الكهربائي او تجربه الرحلان، اللي هي نتائج مضاعفه الدي ان اللي حصلنا عليها من البي سي ار بنحطها بجهاز الرحلان الكهربائي عشان نكشف اذا هي المورثات، مثلا المورثات اللي ضاعفت في عندنا كذا مورثه ضاعفت، تمام؟ فالمورثات الهدف اللي احنا بدنا اياهم نقدر نكشفها عن طريق الرحلان. رح نحكي احنا هلا شويه تفصيل عن جهاز الرحلان اللي اشتغلناه بكيلوجيا. هي دكتور رأفت، هي الدي ان تبعه، صبغ الدي ان بلون معين عشان نشوفه بتجربة الرحلان. جهاز الرحلان من شو بيتألف؟ جهاز الرحلان عبارة عن صندوق معين في جواته مادة اسمها الأجاروز أو الأجار، من عرضه لجهد تقريبا حوالي 50 فولت، إذا غلطت صلحولي، تمام؟ هلأ نحن منجيب مسطرة مثلا أو آبار من إلا نحفر هون الآبار، جبنا عينة البي سي آر الناتجة عنا، تمام؟ حطيناها بهي الآبار. هلأ وتنشغل هون نحن 50 فولت، نحن مثل ما قلنا زميلنا محمد، فالدي ان آر بتكون من جذور أزوتية، جذور الأزوتية شحنتها سالبة، تمام؟ عندي هون القطب السالب، نفسها هي القواعد النيتروجينية، جذور أزوتية نفس القواعد النيتروجينية، تمام؟ اللي هي الأدنين تايمين جوانين، تمام؟ فهون الموجب هون السالب، فالدي ان آ رح يصير له عملية رحلان، رح يمشي من هون لهون، تمام؟ رح تتفاوت المسافات اللي رح يقطعها حسب الوزن الجزيئي للمورثة اللي أنا اشتغلت فيها. طيب لنحكي التجربة اللي احنا اشتغلناها بكيلوجيا. وقتها نزلنا لهونيك على الجمعية، فجبنا نحن مجموعة بطاريات، البطاريات ما عطتنا الفولت الكافي، فشو عملنا؟ جبنا شاحن لابتوب وقتها وصلنا على التسلسل مع البطاريات لحتى حصلنا وقتها على درجة معينة. طيب الأقطاب هي شو عملنا؟ منين جبناها نحن هي الأقطاب؟ هي الأقطاب جبنا قصدير مثل ما كانوا شايفين بالصورة، مدينا القصدير ووصلنا كل واحد لقطب. هذا السائل اللي جوا هو سائل آغار، سائل آغار لحاله كان يعني انجاز انه حصلنا على كميه قليله من الاجار، ما بعرف جوانا بتتذكر يمكن هالشيء، تمام؟ ايه وعملنا التجربه والحمد لله وقتها صار في نجاح. اذا بتنتبهوا هون هي القطب الموجب شلون رحله الدي ان ا نوعا ما، هلا احنا صبغناها بالوان عشان يبين معنا الرحلان. هلا يمكن علميا هي ما تكون نجحت التجربه 100%، بس احنا بالواقع كسرنا هذا الحاجز وقدرنا ننجز انجاز نوعا ما. اذا بدنا نساوي بروفيشنال اكثر بيطلع بايدنا نعمله بروفيشنال اكثر. هلا ليش البي سي ار؟ احنا ليش عملنا جهاز بي سي ار؟ مثل ما حكيت لكم جمانة بموقع ويكيلوجيا كتبت مدونه عن التجارب اللي احنا عملناها، تمام؟ وكان في عندنا شغف كبير انه نعمل هذا الجهاز. انقطعت انا فتره عن ويكيلوجيا، حاولنا احنا بهالفتره انه نصنع الجهاز، كان موجودين حسن وسنا ويحيى طويل بقسم عتادي، وكانت موجوده جمانة والدكتور اشرف والدكتور رأفت. دكتور بلال اشرف، عفوا بلال الشريف، انا اسف، الدكتور بلال. فبوقتها احنا حاولنا وقطعنا شوط جيد نوعا ما. كانت فكره الجهاز بدنا نعمله موجوده بموقع اسمه انستراكتبل، بيعتمد الجهاز بي سي ار اللي كنا بدنا نعمله على قطعه الاردوينو مفتوحه المصدر وعن مجموعه دارات ثانيه. كان في صعوبات نوعا ما بفهم الطريقه اللي عم يشتغل فيها الجهاز. كل ما كبر واحد بيتعلم اكثر، كبرنا شوي فتعلمنا اكثر انه نشتغل الجهاز. هلا شلون احنا اشتغلنا الجهاز؟ هلا احنا رح نحكي عن جهاز رح نحاول نشغله عشان تشوفوه بمراحل متقدمه. هلا اول شغله اللي احنا عملناها، انا نزلت لعند الاشخاص اللي بدهم يعملوا لي القلب الحراري، اللي احنا مو حكينا في عندنا دورات حراريه، فبدي الوسط اللي بدي احط فيه العينات. انزل لعندهم وصف لهم انه شو بدي انا، ما يفهموا علي،
نزلنا لعند شخص صاحب مخرطة فقال لي ارسم لي اياها رسم هندسي. قلت ممتاز هذا شخص مثقف. رسمنا له اياها رسم هندسي، نزلت لعنده فطلع هيك قال لي انا ما هيك قصدي. قلت له شلون قصدك؟ قال لي يعني مجسم. قلت له خير ان شاء الله. نزلنا لعند نجار، قلت له بدي قطعة خشب، شرحت له شو بدي اعمل فيها ما فهم علي. قلت له اعطيني القطعة ورحت انا قلت له ممكن استخدم ادواتك؟ قال لي ايه. فاخذت الادوات اللي عنده وبلشت بنيت شكل اولي انا للقلب اللي بدي اعمل فيه تسخين حراري. صار الامر نوعا ما اسهل يعني، وتصرنا ننزل لعند المخارط نورجيهم الشكل، اسهل انه يقولوا لنا انه هن بيقدروا يعملوه او لا. هلا الخطوه اللي بعدها اللي صارت انه حولنا الشكل الخشبي او النموذج الخشبي لشكل معدني. اخترنا احنا معدن اسمه معدن الالومنيوم، خفيف الوزن، بيقدر يعمل لي تنقلات حراريه سريعه. هلا بعد اختيار القالب نحن بدنا نشوف طرق التسخين، تمام؟ فعملنا كمان هي لحالها كانت فتلة عجيبة، يعني نحن كنا بين كل مرحلة ومرحلة تستغرق معنا شي 3 أسابيع. الأداة اللي سخنا فيها هي عبارة عن أداة حديدية، تمام؟ بعد ما لقيناها نزلنا على المخابر كمان جربنا الوقت اللي بتستهلكه التسخين، فلقينا وقت جدا عالي. شو بدنا نعمل؟ عدلنا بالتصميم، عملنا هذا التصميم، فرغنا الجوانب تبع قطعة الألومنيوم من على جنابها وعملنا لها مثل قفل للسخان عشان نحن نثبت عليه السخان وتكون نتائج أفضل. هلا هي النموذج النهائي، أحدثنا ثقبين لحنا فوق عشان نحط فيهم العينات، ثقب للعينة بدنا نحطها وثقب لحساس حرارة عشان تعطيني درجة حرارة مضبوطة. هلا هدول القطعتين التسخين هن موجودين بالخلف. هلا الخطوة اللي بعدها اللي صارت، بنينا جهاز وكل شيء ممتاز. نرجع شوي بس استحصال الدي ان ا وعزله عملناه بكيلوجيا. البادئات والبوليميرات والاحماض النوويه هي ممكن يحصل عليها الشخص من المخابر، يعني تعتبر هي الخطوه شبه سهله. انبوب ابندورف هو الانبوب اللي حطينا فيه العينات. هلا هي جهاز بي سي ار اللي احنا عملناه، هي عمليه الرحلان اللي عملناها بكيلوجيا، بعدين النتائج اللي اخذناها. هي تلخيص تقريبا كامل للمحاضره اليوم اللي احنا حكيناها. هلا شكل الجهاز او شو عملنا بالجهاز. هلا جماعه العتاديات ممكن شوي يعني يفهموا علينا اكثر. احنا بجهازنا مشروعنا ما استخدمنا الاردوينو. السبب الاردوينو على فكره هو مفتوح المصدر واسهل لنا، بس احنا بدنا نتعلم شيء جديد، فاعتمدنا على تقنيه اسمها المايكرو كنترولر، استخدمنا الاتميجا 8. هلا شو قدم لنا ميزه؟ حساسات الحراره بتعطي اشاره انالوج، ما بتعطينا اشاره ديجيتال. اذا بدي استخدم الاردوينو انا الاردوينو اونو ما في انالوج، فانا مضطر في انالوج. طيب في انالوج. طيب التصميم اللي احنا اللي شفناه بموقع انستراكتبل هن مستخدمين دائره انالوج تو ديجيتال اي تو دي من شركه اد فروت. فلحنا قلنا لحالنا اوفرنا موجود عندنا اي تي ميجا 8، في بوابات اي تو دي وبيأملنا الوظائف اللي بدنا اياها. في عندنا حساس حراره اللي هو كان ال ام، في عندنا حساس حراره اللي هو ال ام 35 استخدمناه بقلب الجهاز. هلا هون هذا تصوير منزلي عن الجهاز بعد ما اشتغل. في عندنا هون نظامين تبريد والتسخين، اعتمدنا كمان على مروحه المعالج نفسها. هلا الجهاز اذا بتحبوا لاحقا ممكن بنهاية محاضرة تجوا تفرجوا عليه. في مشاكل واجهتنا لحنا عم نشتغل بالجهاز. أول مشكلة هي قلب التسخين، مثل ما حكيت لكم قلب التسخين معدني، تمام؟ فأنا إذا بدي سخنه بأي شيء فلازم هذا الشيء يكون ناقل للحرارة وعازل للكهرباء، لأنه إذا ما كان عازل للكهرباء صار عندي أنا قصر والدارة بتصير فيها تماسات. المشكلة الثانية كانت حتى بعملية التسخين نفسها، انه انا بدي نظام تسخين يوصلني لهي الدرجه المعينه باقل تكاليف باقل استطاعه حراريه. ولقينا صراحه حتى السخانات لقيناهم تصنيع محلي، كنا بدنا نستورد لحنا سخانات اسمها مقاومات حراريه. مقاومات حراريه غير موجوده بالسوق، كلفه القطعه الوحده بدون تكلفه الاستيراد هي 35 دولار، مع الاستيراد ممكن توصل كمان 35 ثانيه 70 دولار. فلقينا حل محلي ب 70 ليره، سخان واحد كان 70 ليرة.
سخانات بتستخدم للسشوار الشعر. فلقيناها بس يعني ممكن تحقق لنا الهدف المطلوب بالجهاز. تمام. التحدي الثالث اللي كان عندنا هو تقصير الزمن باكبر قدر ممكن. احنا في عندنا 30 دوره بدنا نمشي فيهم، فاذا اخذت معي انا الدوره الحراريه الوحده 10 دقائق فانا عندي 300 دقيقه، فهذا وقت كبير جدا. فكان عمليه تقليص حراره هي عن طريق الفتحات اللي اجريناها بقلب التسخين، هي كانت بتساعدنا بالتسخين السريع وبالتبريد السريع. هلا التجارب على جهاز موجود دي ان ا، هي صعوبه جدا واجهتنا انه نحن بعد ما صممنا الجهاز بعد ما ركبناه ومثل ما هلا هو شغال، حاولنا انه نتواصل مع كذا كليه انه نجرب نحن الجهاز دي ان ا. اول شيء ما امنوا هن بالفكره انه انتم شو عم تعملوا، هذا جهاز حقه 10000 دولار، انتم جايين عم ضحكوا علينا انه عاملين جهاز بدكم تجربوه، والمواد اللي بدكم تستخدموها هي مواد غاليه فانتم رح تكلفونا. عوامل عشوائيه، البيروقراطيه لحتى اخذنا الموافقات، قدرنا الحمد لله نفوت الجهاز على كليه الطب البشري والصيدله. المشرفين كانوا كثير مبسوطين انه نحن بسوريا قدرنا نعمل هيك جهاز، قدرنا نكسر هذا الهاجس انه نحن كل شيء بدنا نستورده نحن ما ممكن نقدر نعمل شيء. عدم اخذ الموضوع بجديه، مثل ما حكيت لكم يعني انا وترحت عند احد الاشخاص قال لي انت شو بدك تعمل مع بعض الجهاز، بعد ما خلصت الجهاز شو بدك تعمل فيه؟ قلت له ممكن ينعرض مثلا على اشخاص يتصنع محليا، فضغري قال لي الشركات ما حدا بيامن بالتصنيع المحلي، فخلص بتخليه عندك بالرف وبتسمي عليه. الاحباطات اللي احنا بقلب المشروع، صار عندنا مثلا صعوبه بقلب التسخين، طيب نوقف يا محمد المشروع ولا نكمل نحاول ندور؟ لا مندور. طيب عندنا مشكله التسخين، مشكله التبريد، مشكله الزمن. فالحمد لله أكل منا تقريبا وقت المشروع حوالي شهرين ونص. كل ما نخلص من مشكلة وننبسط أنه خلصنا منها نجي نوع بمشكلة أكبر منها. بس بالنسبة للتجارب على الجهاز والبيروقراطية اللي حكاها، يعني مبارح مقلب الوراء اللي عندي، يعني لكم أن تتخيلوا أنه أول طلب قدمناه لحتى نروح على مخبر الطب والصيدلة كان ب30/4، لبعد شهر ونص طبعا، بس روح خذ وراء وروح وقع وروح ساوي روح كذا، بعد شهر ونص لحتى سمحوا لنا نفوت على مخبر الطب والصيدله ونحكي مع المشرفين هنيك. وطبعا لهلا ما سوينا اي تجربه على الجهاز اللي بدنا نساوي تجارب عليه، بس فتنا على المخبر بعد شهر ونص ولهلا ما سوينا اي تجربه على الجهاز. ان شاء الله يعني قريبا، وان شاء الله تكون هالمحاضره يعني بدايه لحتى نساوي التجارب اللي بدناها. هلا بدنا نحكي كمان عن جانب اسمه مصدر مفتوح مجال الطبي. هلا يمكن تقولوا لنا انه ماشي انتم الجهاز عم تقولوا انكم ساويتوه بس ما عملتوا عليه تجارب، فشو الدليل انه هو شغال؟ انا بقول لكم اذا احنا جبنا غساله وشغلنا هالغساله، غساله قدرت تسحب مي وصابون، قدرت تخلط المي والصابون وقدرت تفضيهم، معناتها غساله شو؟ غساله شغاله. او ممكن انا هي شغاله بس بعزم قليل، بس ممكن انا اطورها وتشتغل بعزم اكبر. امتى انا بتاكد انه هي صارت بروفيشنال؟ بحط فيها وجبه غسيل، اذا طلعت وجبه الغسيل بترضي الوالده فمعناتها هي غساله بروفيشنال. هلا ونحن هيك عملنا، نحن الجهاز اللي قدمناه فهو بيعرض على الشاشه تغير درجات حراره الموجوده فيه، انه نحن قدرنا وصلنا لدرجه 90 او 94 او 96، بعدين خفضنا درجه الحراره ل 60، بعدين رجعنا رفعنا درجه الحراره ل 70. هلا المصدر المفتوح بالمجال الطبي، صراحة المصدر المفتوح بالمجال الطبي شوي مغيب عن العالم. المصدر المفتوح بالعتاديات لاقى انتشار أوسع، المصدر المفتوح من خلال الكتابة والكرياتيف كمانز كمان مفتوح أكثر. طيب بالمجال الطبي شو في عندنا مصدر مفتوح؟ نحن موجود عندنا برمجيات طبية تعنى بالرعاية الصحية مفتوحة المصدر. مين بيعرف شو معناتها مفتوح المصدر؟ شو مفتوح مصدر تامر؟ تمام. طيب مين بيعرف شو معناتها مغلق المصدر؟ اذا احنا عرفنا مغلق المصدر رح نعرف مفتوح المصدر. مغلق المصدر يعني مخبى. شلون مثلا بالجامعه انا بكتب مثلا ورا الدكتور المحاضرات، بيجي المحاضرات بمسكها وبخبيها، تمام؟ فشو صار؟ هاد صار مغلق المصدر. اذا انا خربطت بمعلومه من المعلومات وعلى اساسها نزلت قدمت فحص وهي المعلومه اجت عندي بالفحص وانا غلطت فيها، فأنا بتحمل نتيجة الغلط. ليش؟ أنا مالي كنت عامل الدفتر مفتوح المصدر، وبالتالي الغلط اللي أنا واقع فيه غيري
كان اقدر انه يصلح لي. طيب برمجيات حره بالمصدر المفتوح هي برمجيات الكل بيقدر يطلع عليها، الكل بيقدر يستخدمها بشكل مجاني، البرمجه تبعها مفتوحه مفتوحه للجميع. يعني ممكن رح نحكي مثال، مثلا اكله فول، نحن شوام مشهورين مثلا بالفول، اذا نحن كل شخص، الشخص الاساسي اللي عمل اكله الفول كان مخبي الوصفه عنده وما نشرها للعالم، ما رح نشوف الفول بزيت ولا الفول بلبن ولا رح نشوف الفول مع حمص، تمام؟ فلحنا التنوع والانفتاح اللي احنا عمله اللي بنعمله بالمصدر المفتوح بيوصلنا لافاق اكبر. لحنا ضربنا مثال عن الطعام، هلا في امثله ثانيه ممكن تستغربوها شوي. المجال الثاني هو مجال الاجهزه الطبيه، مثل ما حكيت لكم جهاز بي سي ار موجود بهذا الشكل بموقع الانستراكتبل بكلفه $85 عم يقول لك، او اندر $85 فيك انت تعمل جهاز بي سي ار، جهاز بي سي ار خاص فيك، تمام؟ لو هن ما عملوا مفتوح المصدر كانت العالم، لا انا بروح بدفع $10,000 وبنزل على المخبر، بتعرض للبيروقراطيه لحتى ادي التجارب تبعي. مجال ابحاث علميه، مره بويكيلوجيا كمان حكينا عن محاضره اسمها ابحاث السرطان مفتوحه المصدر، تمام؟ اوبن سورس كانسر ريسيرشز، ريسيرشز اللي عمل هذه المحاضره هو شخص طبيب اسمه جاي براندن. هذا الطبيب عمل محاضره بمؤتمر تيد، فالمنطق اللي عم يحكي منه هو مرض السرطان هو مرض كثير في اشخاص بتموت منه بالعالم، فانا الابحاث اللي عم بشغلها على هذا المرض لو بجعلها مفتوحه المصدر بحيث الطبيب الاخر يبلش من البحث اللي انا انتهيت منه، تمام؟ ما يرد يبلش بالبحث من بدايته. بهي الطريقه انا ممكن خفض نسبه الاصابه بالمرض، ممكن خفض نسبه الوفيات اللي ممكن تحصل بهذا المرض. عمل هو موقع وناشر الابحاث اللي اشتغل فيها. هلا بالمجال المصدر مفتوح في عنا روبوتات مفتوحه مصدر، يعني اي شخص حابب يبني روبوت طبي ممكن يبني الروبوت الطبي عن طريق هي البرمجيات او عن طريق العتاديات. هلا في روبوت اسمه دورابوت، تمام؟ هذا شكل الروبوت قريب من شكل انسان آلي، هذا شكله روبوت بسيط. اذا بننتبه لهنا مستعملين شاشه كمبيوتر مثلا او شاشه عاديه، مستعملين اضويه، مستعملين العجلات، مستعملين بطاريه سياره عاديه، فالامور مو صعبه. وقت انا افتح المصدر بيجي شخص ثاني كمان بيفتح المصدر لإلي، فانا وقت اعرض له الفكره تبعي انا عم اعرض الفكره تبعي للتطور، ما انه عم اعرض الفكره تبعي للسرقه. في روبوت ثاني اسمه LH001، هذا له علاقه بالمخابر. في روبوت اسمه ساليفيوس اللي هو هذا الروبوت شبيه جدا بالانسان، كمان مشروع روبوت مفتوح المصدر، ممكن انا وصفه بالمجال الطبي، ممكن انا وصفه انه مثلا يروح لعند المريض بالوقت المعين يعطيه الحبات تبعه، يروح لعند مثلا المريض كمان ياخذ التقارير عن الحاله الصحيه تبعه. هلا الخبرات اللي احنا اكتسبناها من وراء المشروع من وراء ويكيلوجيا رح نتشارك بالحكي فيها انا والزميل محمد، تفضل. طبعا يعني اول خبره هي اكتساب الجرأة العلميه، يعني مثل ما شفتوا هلا مثل ما ذكر منير، يعني اول شيء من شو بدك تساوي جهاز البي سي ار، او انت عندك مثلا تقنيه البي سي ار، حكينا على التقنيه والنظريه، نظريه نظريه نظريه، دائما عم ندرس نحن النظريات. طيب في شيء عملي؟ ما في شيء عملي لا بالمجال العملي بالكليه ولا يعني الواحد لما يدرس ما بيتطرق، يعني في الجانب العملي كثير ضعيف عنا. ما بتقدر تكسر هذا الحاجز وتكتسب هاي الجراه الا لما تفوت بالموضوع. فتنا بالموضوع، فتنا بالشغل، فتنا بتحويل النظريه لعمل، اكتسبنا الجراه العلميه، صار في جراه بالاقدام. يعني لما تشوف انت نظريه ما بتقول مثلا مستحيله، مثلا هي النظريه لا تطبق الا في الدول المتقدمه، لا ما دخل، يعني اي نظريه ممكن تطبق، ممكن انت تساويها، ممكن اي واحد فينا يقرا نظريه متعلم نظريه مهما كان الجهاز صعب. يعني مثل ما ذكر هلا جهاز البي سي ار يمكن عم بيعوه $10,000 بس هو التقنيه تبعه كثير بسيطه، يمكن لانه ما في جرأة علميه عند العالم سعره بهالحدود ونحن لهلا عم نستورده، بينما لو كان في كسر لهي الجرأة العلميه وفي تجاوز لهي الحاجز لكننا لقينا جهاز بي سي ار ميد ان سيريا. فهي يعني من احد من اهم الخبرات اللي الواحد بيكتسبها لما بيشتغل اي شغله. ثاني شيء طبعا تغلب على الصعوبات، يعني انت في بالعمل الجماعي بالتفكير المنطقي ممكن تتغلب على اي صعوبه. ذكرنا هلا مثلا المشاكل اللي واجهتنا، في قلب تسخين، في سخانات، من بدنا نجيب السخانات؟
طيب مثلا نتشارك انا وياه بالحل في الفكره الفلانيه، يجي يقول لي لا هي الفكره مزبوطه بس في الجزئيه هي مو ظابطه. فبالعمل الجماعي بتتطور الفكره، بالتفكير المنطقي طب نحن بدنا نسخن، ممكن نجيب اي سخان، يعني لو عم ينباع باي سوق مثلا ممكن نحن نجيب هالسخان ونحطه نستخدمه. يعني بالتفكير المنطقي بالعمل الجماعي ممكن تتغلب على اي صعوبه بتواجهك. طبعا في خبرات عمليه من شو الخبرات اللي اكتسبناها بالعمل؟ تعلمنا التعامل مع المايكرو كنترولر، انه نحن الاردوينو كان مثل ما قلت لكم حل جاهز لنا، ممكن عن طريق تعليمات بسيطه جدا ممكن نحن كنا نبني المشروع. فنحن قلنا انه لا، نحن في عندنا فرصه متاحه انه ندخل المايكرو كنترولر على الخط. فلا تعلمنا على المايكرو كنترولر، تعلمنا على البرامج اللي على اساسها بنبني الداره المطبوعه اللي استخدمناها بالمشروع. تعلمنا التعامل مع القطع الإلكترونية، يعني أنا مثلا دائما بنسمع مقاومة، بنسمع مكثف، بنسمع مثلا جينكسيوني، بنسمع ترانزستور. طب هدول شو شغلتهم؟ هدول إذا أنا جمعتهم حطيتهم هيك صفيتهم قدامي ما رح يعملوا شيء، بس ترتيبة معينة ممكن يعملوا شيء. الشيء الثاني كان التواصل الاجتماعي بالمجال العلمي، يعني الحمد لله نحن هون بالبلد في عندنا خبرات علمية جيدة، بس مشكلتها هي الخبرات، هي خبرات مو طالعة على الواجهة. فنحن بهذا المجال تعرفنا الحمد لله على أشخاص جدا رائعين، سواء مجال التقانة الحيوية، بمجال الدارات المطبوعة، بمجال السخانات. يعني حتى أنا ما كنت متوقع أنه لاقي هذا السخان الحل الجاهز موجود بالسوق. أنا وقت لقيته يعني ذهلت، يعني قلت يعني معقول انا كنت رح اتكلف $70 لكل قطعه بدي اجيبها سخان من برا وانا حصلت عليها بجهد محلي ب70 ليرة. المعرفه باب لمزيد من المعرفه. نحن تعرفنا على البي سي ار، تعرفنا على مجال عمله او على الثيرموسايكل تبع البي سي ار. هذا الشيء ممكن يكون عندي حافز انا انه اتعرف عن البي سي ار ريال تايم، حاول ابني الريال تايم اللي انا قصه بالكمبيوتر. يعني اي شغله بتشتغلها، اي معرفه بتتعلمها، دائما الواحد بيفوت بيتعلم معرفه بتنفتح له ابواب جديده من المعرفه. فتنا على باب البي سي ار، فتح يعني علينا ابواب التقانه الحيويه والاستفاده من تقنيه البي سي الدي ان او، شو يعني وشلون فينا نطوره وشلون فينا نستخدم، شلون فينا نبني الريال تايم مثلا. في كمان على فكره مثل ما حكى هلا بالاوبن سورس في جهاز بي سي ار بالريال تايم ممكن الواحد يبنيه ويستفيد منه. فدائما المعرفه هي باب لمزيد من المعرفه، اي شغله بتشتغلها اي شغله بتقدمها بتلاقي انفتح لك خبرات جديده، تعلمت شغلات جديده وانفتح لك ابواب جديده للتعلم. مثل ما بتعرفوا يعني التعلم ما بينتهي. تمام. هلا نحن تقريبا خلصت محاضرتنا، بدنا نطلع بالنهايه نحن ليش اجينا على المحاضره؟ نحن باخر محاضره شو طلعنا؟ المحاضره الماضيه تبع طابعه ثلاثيه الابعاد حكى وقتها الاستاذ حسام الدين، كان اسمه سامر حسام الدين. حكى انه مين منكم في عنده شغف، مين منكم في عنده حلم، مين منكم حابب يحقق هذا الحلم تبعه، فرفعنا ايدينا. فقال يعني انتم بما انه عندكم حلم فلازم توصلوا لهذا الحلم، لازم انتم تحاولوا باي جهد كان، يعني قد ما بذلتم من جهد لازم تحققوا هذا الحلم تبعكم. يعني اذا الشخص حلمه ما دافع عنه، حلمه ما حاول يوصل له، لوين بده يوصل؟ نحن بنهايه هاي المحاضره بدنا نفتح عن طريق ويكيلوجيا باب المساعده بهذا الموضوع. يعني في اشخاص عندهم هيك حلم بس هن ما عندهم مين يدلهم انه شو يعملوا، ما في عندهم مينتور يوجهون انه والله اذا بدك تمشي بهذا الموضوع فانت ابدا فيه من هون وانتهى هون تصل للي بدك اياه. فنحن على السعداد بالتعاون مع ويكيلوجيا انه نرد نفعل هذا الموضوع. اذا في اشخاص مثلا مهتمين بهذا المجال، مجال تطوير الاجهزه، باي مجال طبي مثلا، مثلا فكره لجهاز طبي معين بباله حابب نساعده فيها، فنحن كلنا موجودين من بعد اذن الانسه جمانة، كمان هي لازم تكون معنا موجوده. بوجه شكر بالنهايه لويكيلوجيا، لفابلوجيا، ويكيلوجيا ميد، فور نيو هاماك، ودي اي واي بيولوجي.